السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الناس ما عندهاش أخبار فبتحاول تفبرك بعض الأخبار اللي تخص النادي الأهلي بسبب أحمد فتحي وعدل القيعي. ودخلوا في وسط الكلام الكابتن محمود الخطيب. عارفين حضراتكم يوم الاثنين اللي فات كان في برنامج ملك وكتابة ابراهيم المنيسي وعدل القيعي، عدل القيعي اتكلم وطالب احمد فتحي بتحديد موقفه من سواء التجديد للنادي الاهلي واستمراره من مع النادي الاهلي او تحديد موقفه. ما انتش عايز تلعب في النادي الاهلي، اعلن، خلي عندك شفافيه بشكل صريح وهنتقبل ذلك، يعني مفيش اي مشكله. الراجل لم يسيء، لم يتكلم بشكل غير جيد، الدنيا كلها كبرت الموضوع بخصوص الكلمتين اللي قالهم عدل القيعي عن احمد فتحي. ولو ان اللي قاله عدل القيعي بيعبر عن لسان حال معظم او عدد كبير او قطاع كبير داخل جماهير النادي الاهلي، بتقول احمد فتحي والله عايز تجدد اهلا وسهلا، لان احنا شايفين ان دي مش اول مره احمد فتحي يسلك هذا المنهج يعني في تجديده للنادي الاهلي. امبارح احمد شوبير كان في مداخله مع نادر شاوي، نادر شاوي قال له ما فيش اي مشكله، يعني بما ان احمد فتحي، هو نادر شاوي لم يجزم بشيء، لكن قال بما ان احمد فتحي موجود حاليا في النادي الاهلي فهو بالتالي اقرب للتجديد للنادي المتواجد فيه عن اي نادي اخر يعني، لكن ما وضحش، ما قالش خلاص، ما حسمش القصه. وده كان بما انه وكيل لاعبين فلازم يتكلم بهذه الطريقه علشان يحاول يضغط ويحصل على اعلى مكاسب للاعبه يعني من النادي يعني. واحمد شوبير ساله عن موقفه من عدل القيعي والكلام اللي قاله او علاقه، قال له لا ما فيش اي مشكله، المهندس عدلي له كل التقدير والاحترام وما فيش اي ازمه وما فيش اي مشكله. راحوا طالعين من القصه دي بايه بقى؟ الكابتن محمود الخطيب بيهاجم عدل القيعي او غضبان من عدل القيعي مستشار التسويق بالنادي الاهلي بسبب تصريحاته عن احمد فتحي من خلال قناه النادي الاهلي. هي قناه النادي الاهلي دي معموله لايه؟ مش عشان اتكلم، يبقى المنبر الخاص بالنادي الاهلي الكلام اي شيء له علاقه بالنادي الاهلي، اي شيء يخص النادي الاهلي فيطلع من ايه المشكله يعني؟ لا، قال لك عدل القيعي كان يتكلم بشكل غير لائق عن احمد فتحي. ازاي يا اخوانا غير لائق؟ قال لك هو طالبه بتحديد موقفه من التواجد في الاهلي او التعاقد مع اي نادي اخر او يعني عدم تجديد النادي الاهلي، كده بقى بيسيء لاحمد فتحي يعني. وقال لك ان الاهلي او الخطيب غضبان بسبب تصريحات عدل القيعي، وقال التصريحات صدرت للاعلام ان هناك ازمه بشان تجديد احمد فتحي للاهلي. يا عمي اذا كان الموقع خلوه بيتكلم مش عارف ايه واللي بيستمع ما اعرفش ايه، على موقع النادي الاهلي اتكلموا ثلاث مرات، تحدد له ثلاث مواعيد، الموعد الاخير اللي هو يوم الثلاث مرات. لو عايز النادي الاهلي او الخطيب او اي حد كان عايز يخبي اي حاجه بخصوص احمد فتحي ما كانوش اعلنوا على موقعهم مواعيد، كانوا فضلوا ساكتين والله. هوب تم التعاقد مع احمد فتحي، هوب تم عدم التعاقد مع احمد فتحي، لكن هم ماشيين زي ما حصل مع اللعيبه اللي قبل كده. وقال لك ان اداره الخطيب بتسعى لانهاء ملف تجديد لاحمد فتحي خلال جلسه يوم الاثنين المقبل، وان تصريحات عدل القيعي اشعلت الموقف واشعلت هذا الملف خلال وسائل الاعلام. ما تقول وسائل اعلامنا واحنا كجماهير النادي الاهلي او اهل النادي ما يهموش، خلاص القصه انتهت، اصل هم دي ما فيش اساءه للنادي الاهلي ولا اساءه لاي شيء اخر يعني. ايه الخطيب هيزعل ليه؟ الخطيب لما اتكلم وفي قرار هنا انا مش فاهم، هل القرار ده لسه ساري ولا اتلغى؟ مجلس اداره النادي الاهلي بعد ازمه رانيا علواني كانوا طلعوا قرار بعدم كتابه اي شيء او اي حاجه على مواقع السوشيال ميديا، واعتقد الاعلام له برضه وسائل الاعلام، فما نشوف اكتر من لاعب يظهر في اي برنامج وبيشتغلوا في قطاعات النادي الاهلي يتكلم عن النادي الاهلي ويتكلم مش عارف ايه ويصدر ازمات وبتاع ولا يتم معاقبه هؤلاء يعني. فده رساله الى مجلس اداره النادي الاهلي، يا جماعه بصوا للناس اللي بتشتغل عندكم في القطاعات وبيظهروا في البرامج وبيقولوا تصريحات قد يتم او قد يسيء فهمها، وهو ده اللي يصدر مشاكل النادي الاهلي يعني، ده اللي بيصدر مشاكل النادي الاهلي. ده بالنسبه لغضب الخطيب من عدل القيعي وتداول هذه الانباء على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام يعني والمواقع الرياضيه. تركي آل الشيخ والنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب والصلح والبيان اللي صدر من النادي الاهلي الاخير بخصوص الخطيب بيطمن على صحه تركي آل الشيخ
وكانوا هيتقابلوا او هيتقابلوا، لكن الظروف الحاليه للكورونا واللي بتمر بها العالم وتعليق الطيران حالت دون ذلك، لكن في القريب او في اقرب وقت هيقعدوا مع بعض علشان يبحثوا ايه بعض الملفات. ولما اتكلم عن تركي آل الشيخ اتكلموا بصفته الرئيس الشرفي للنادي الاهلي، كلامهم هذا يعني لغى اي كلام قبل كده بخصوص تركي آل الشيخ بتقدم استقالته. الكلام اللي قاله ان انا مش هتدخل في اي شيء ولا هتكلم، انا واحد من الجماهير واني منتظر الانتخابات القادمه ولكل حادث حديث ولكل مقام مقال وهكذا. يعني تقارير صحفيه تم تداولها خلال الساعات اللي فاتت دي بخصوص، انا ما اعرفش تقارير صحفيه تم تداولها بناء على ايه وازاي وليه، في ظل ان العالم كله متوقف وما فيش اي شيء او اي حد بيعلن عن اي حد او عن اي حاجه، لان كل الناس قاعده في بيوتها. تركي آل الشيخ اعتقد انه قاعد في بيته، كابتن محمود الخطيب اعتقد انه اخي قاعد في بيته، كل الناس قاعده في بيوتها بسبب الفيروس الكورونا اللي موجود على مستوى العالم وعلق او وقف يعني حاجات كتير. يعني فالتقارير الصحفيه كلمت على ان تركي آل الشيخ في نيه بالتنسيق طبعا مع النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي في دعم النادي الاهلي من جديد. قال لك العلاقه بين تركي آل الشيخ والخطيب واداره النادي الاهلي مر بمراحل مش عارف ايه بلا بلا بلا، عارفين كل احنا المراحل اللي مر بيها تركي آل الشيخ من دعم في بدايه الكابتن الخطيب، ثم هجوم، ثم صلح، ثم تقديم استقاله مره اخرى، ثم اعتقد الوضع الحالي صلح يعني، ولحد ما النادي الاهلي طلع البيان. قال لك تقارير صحفيه في من جريده المصري اليوم كلمت وقالت ان تركي آل الشيخ هيقوم بانشاء صاله مغطاه في النادي الاهلي هتحمل اسم تركي آل الشيخ بالاتفاق مع اداره النادي الاهلي على غرار او زي الصاله المغطاه للامير عبد الله الفيصل بفرع الجزيره بالنادي الاهلي، يعني هيعمل صاله مغطاه. قال لك وتركي آل الشيخ هيقوم بتطوير ارضيه ملعب مختار التتش، وهيقوم بدعم النادي الاهلي بطاقم طبي اسباني تم ترشيحه مؤخرا للعمل مع الفريق الاول في ظل الاصابات الاخيره اللي ضربت الفريق. رغم ان احنا بننفي ومجلس الاداره بينفي وكل الناس في النادي الاهلي واللعيبه نفسها بتنفي اي تقصير من الدكتور خالد محمود طبيب النادي الفريق الاول للنادي الاهلي، وكان اخرها قصه كريم نيدفيد وقالوا ان مركز التاهيل في المانيا هو السبب ومحامي كريم نيدفيد رفع. المهم يعني هو بيقول لك ان تركي آل الشيخ هيعمل ثلاث حاجات حاليا في النادي الاهلي، ما اعرفش ايه هي صحه المعلومات دي، وخصوصا ان الكابتن الخطيب ما اتمعش، هل في اتصالات تليفونيه ما بين الخطيب وتركي آل الشيخ ووصلوا الى هذا القرار يعني؟ طيب بدء العمل امتى؟ طب والتنفيذ امتى؟ عموما هننتظر وهنشوف القصة أو إيه الحكاية دعم تركي آل الشيخ للنادي الأهلي بخصوص جهاز طبي أسباني هو أكيد هيتحمل تكلفته، والنسبة لتغيير أرضية ملعب أو تطوير أرضية ملعب مختار التتش، وبالنسبة لإنشاء صالة مغطاة، كل هذه الأمور بالنسبة لي مفيش أي عليها أي مشكلة يعني، بس هي المشكلة بالنسبة لنا دائما وأبدا طريقة إعلان تركي آل الشيخ. هو لحد الان تركي آل الشيخ لم يعلن عن شيء، ما اتكلمش بخصوص الموضوع ده على صفحته، وده شيء جيد اذا كان فعلا في حاجه بينه وبين مجلس اداره النادي الاهلي. فهو ينتظر مجلس، لو فعلا في شيء هو ينتظر النادي الاهلي هو اللي يعلن، وده يبقى شيء جيد من تركي آل الشيخ. لكن لو كل الكلام اللي نشرته المواقع دي فنكوش، ايه هو رد فعل تركي آل الشيخ؟ هل تركي آل الشيخ هيقاضي هذه المواقع بداعي نشر اخبار كاذبه، ام انه هيكبر دماغه ومش هيقاضيها مثل ما قاد او اعلن عن تقاضيه، او انه هيقاضي او هيتخذ اجراءات قانونيه ضد لاعب نادي الزمالك السابق تامر عبد الحميد بداعي نشر اخبار كاذبه برضه؟ هنشوف خلال الفتره المقبله، قد يكون صحيح هذا الخبر وقد لا يكون صحيح. طيب لو لم يكن صحيح، هل تركي آل الشيخ بيقاضي الحاجات بس اللي هي ضد رغبته او مش عاجباه او مش حاببها، ولا بيقاضي كل شيء بقى له وعليه واللي له واللي عليه بما انها اخبار غير حقيقيه؟ هنشوف خلال الفتره المقبله الاخبار دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. ده ملخص الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه
فعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، وشكرا على حسن متابعة حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.